يعني صار لي من البارحة، يعني تصور ماكو إعلام أمريكي، Associated Press، رويترز، تلفزيونات أمريكية، جرائد مهمة، يعني إعلام مو طبيعي على هذه البنت. يعني أولا كانت باحثة حسب يعني أقوال الصحف الأمريكية، مو من يمي، إنها كانت باحثة وفي جامعة مهمة برينستون، يعني أنت سامع بها قعدنا. وكذلك هي كانت تعمل ريسيرش أو بحث. دكتور حيدر يعرف أنه طالب الدكتوراه يجب أن يقوم بعمل بحث عملي، يعني مو هيك بس كتب يقرأ، والدكتور يعرف طبعا أكيد. فهذه البنت جامعة برينستون حسب الأخبار بعثوها إلى العراق، يعني هي على مسؤوليتها. أما عندي يعني شغلة واحدة، هي أصلا إسرائيلية من أصل روسي، ولدانة في روسيا في سان بيترسبرغ، عمرها 4 سنوات انتقلت إلى إسرائيل. هذه حسب أختها، يوم أمس كانت لديها مقابلة وهي تسكن في كاليفورنيا. في المقابلة سألها المذيع يعني لماذا هذا السكوت عن اختفاء أختك، فقالت إنه آخر محادثة بيني وبين أختي كانت قبل اختطافها ب 12 ساعة، وكان يوم أتصور 23/3 حسب ما قالت أختها. وتقول بعدين من بعثنا لها مسج ما ردت، يعني كانت يومية على تواصل ويانا، وكانت يعني يضيفوها، يستضيفوها مسعودين، يستضيفوها عراقيين، وكانت باحثة يعني هذا الشغل. وقالت إنه أني أنهيت البحث مالي وأني راح أرجع، حسب ما الجامعة يعني تقول إنه هي انتهت وكانت على وشك العودة إلى إسرائيل أو إلى أمريكا، ما أعرف بعد.